بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض نشرح يونت 2. يونت 2 يا شباب بتتكلم عن فلويد ميكانكس، اللي هي ميكانيكا الموائع. طب يعني ايه فلويد او يعني ايه مائع؟ الموائع ديت يا شباب ممكن تكون ليكويدز سوائل، وممكن تكون جازس يعني غازات. يبقى الفلويدز عندنا هتنقسم لجزئين، في جزء بيتكلم عن الليكويدز وفي جزء بيتكلم عن الجازس او الغازات. الاثنين بنسميهم فلويد. فلويد يعني مائع، تمام كده؟ طيب هنبدا بشابتر 4 النهارده يا شباب، او الفصل الرابع اللي بيتكلم عن هيدرو داينامكس، اللي هو قوه الموائع او علم قوه الموائع، تمام كده؟ هنبدا بليسون 1. ليسون 1 بيتكلم عن فلويد فلو، اللي هو سريان المائع. واغلب الشابتر دوت يا شباب بيتكلم عن الليكويدز او السوائل بصفه عامه. وزي بدايه كل حلقه يا شباب احب افكركم بانكم تبصوا على الديسكريبشن او على وصف الفيديو اللي مكتوب اسفل الفيديو، علشان هتلاقوا فيه كل اللينكات المهمه، وهتلاقوا كمان الليسون بتاعنا متقسم الى بورتس او الى اجزاء صغيره، تقدر تقسم الحلقه على اكتر من مره وتذاكرها على اكتر من مره، وكل مره تبقى عارف انت بدات بايه وانتهيت فين، والمره الجايه هتكمل ازاي. ودلوقتي ورقه وقلم وكالكليتر، وتعالوا احضروا معانا الحلقه بسرعه. بعد الفاصل هنرجع نشرح مع بعض ليسون 1. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدا نشرح مع بعض ليسون 1، اللي هو بيتكلم عن فلويد فلو، اللي هو سريان المائع. طبعا احنا زي ما بدانا في حلقه النهارده واتكلمنا عن الفلويد، وقلنا ان الفلويد او المائع دوت is a material that can flow and has no definite shape like liquids and gases. يعني ايه؟ يعني المائع ده عباره عن ماده يمكن ان تسري، يعني انها تتحرك يعني، and has no definite shape، وملهاش شكل محدد زي السوائل والغازات. طيب يا مستر، هو احنا ناويين ندرس ايه في شابتر 4 كله كده على بعض، وليسون 1 وليسون 2 هندرس ايه؟ قال لي in this chapter we will study two of properties of the moving fluids which are number 1 flow, number 2 viscosity. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني احنا في الفصل دوت او في الشابتر دوت هندرس two properties، صفتين او خاصيتين بيتميز بيهم الموفينج فلويدز، الموائع المتحركة، ومعظم كلامنا هيكون عن الليكويدز او عن السوائل، تمام كده؟ في الشابتر كله غالبا كل كلامنا هيبقى مركزين على ليكويدز السوائل. طيب هندرس ايه في الشابتر ده كله؟ هندرس two properties of moving fluids، يعني خاصيتين من خصائص الموائع المتحركه. رقم واحد flow، اللي هو السريان. لازم نفهم يعني ايه سريان. نمبر 2 او تاني حاجه محتاجين ندرس يعني ايه viscosity، يعني ايه لزوجه. وهنا ممكن اقول لك على مثال بسيط كده يقرب موضوع الفيسكوستي او موضوع اللزوجه من مخنا، اللي هو ايه؟ العسل والميه. هات ميه وصبها في كوبايه، وهات عسل وصبه في كوبايه، مين خفيف ومين تقيل؟ الميه خفيفه وبيحصل لها فلو بسهوله، صح كده؟ بتسري بسهوله، بتتحرك بسهوله. اما العسل تقيل وبيتحرك بصعوبه، صح كده؟ يبقى الفيسكوستي بتاعت الووتر او لزوجه الميه قليله، اما الفيسكوستي بتاعت العسل او لزوجه العسل كبيرة، صح كده؟ ده أبسط مثال يوضح لك يعني إيه فيسكوستي ويعني إيه لزوجة بشكل بسيط. طيب في الليسون ده بقى يا مستر إحنا هندرس إيه؟ قال لي but in this lesson، ولكن في الدرس دوت we will study flow only، هندرس السريان فقط. طيب يا مستر هندرس الفلو بتاع الليكويدز ولا بتاع الجازز؟ إحنا اتفقنا إن معظم كلامنا عن مين؟ عن الليكويدز. يبقى the flow of liquids is classified into two types. وهنا السريان بتاع السوائل هيتقسم لنوعين. اول نوع steady flow، السريان الهادئ او السريان المستقر. وتاني نوع معانا هيكون turbulent flow، اللي هو السريان المضطرب او السريان غير المستقر. تعالوا نبدأ بالsteady flow اللي هو السريان الهادئ او السريان المستقر. يعني ايه اصلا flow؟ يعني ايه steady flow؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. تخيل كده ان انت معاك خرطوم مية بترش بالشارع. مثال بسيط اهو، خرطوم ميه، تمام؟ بنرش بيه الشارع او بنغسل بيه العربيه. مش في فلويد او في سائل او مائع بيتحرك جوه التيوب او جوه الانبوبه بتاعت الخرطوم دي، صح كده؟ طب بيتحرك على شكل ايه؟ ليرز، طبقات فوق بعض، طبقات ميه فوق بعضها، صح كده؟
لما الفلويد يتحرك بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بيبقى adjacent layers طبقات متجاورة لبعضها and slide smoothly over each other يعني وبينزلق بسهولة كطبقات فوق بعضها كأنك بتتزحلق على التلج كده الطبقات بيحصلها sliding smoothly أو بتنزلق بسهولة فوق بعضها في الحالة ديت هيكون معاك steady flow سريان هادئ أو سريان مستقر. طب تعالى نترجم الكلام اللي احنا قلناه دوت بيقول لي when a liquid moves such as its adjacent layers slide smoothly with respect to each other we describe this motion as laminar flow or streamlined flow or steady flow. يعني الستيدي فلو او السريان الهادئ او السريان المستقر ليه تلات اسماء يا اما نقول عليه laminar flow يا اما نقول عليه streamlined flow يا اما نقول عليه steady flow بس الاشهر laminar flow وستيدي فلو دول اشهر اسمين بيطلقوا على السريان الهادئ او السريان المستقر. تمام كده؟ يبقى لما السائل يتحرك على شكل طبقات متجاورة بتنزلق فوق بعضها بنعومة تمام؟ في الحالة دي تقدر تقول ان الموشن ديت او حركة الليكويد ده او حركة الفلويد دوت اسمها لامينر فلو او ستيدي فلو. بيقول لي every small amount of liquid flow continuous pass called streamline. كل كمية صغيرة من السائل بتتحرك في مسار مستمر يعني في خط مستمر كده بنسميه streamline. يعني كل خط من الخطوط ديت بنسميه خط انسيابي. streamline يعني ايه؟ خط انسيابي. تمام كده؟ اتفقنا يا شباب؟ طيب تعال نكتب الديفينيشن بتاع الستيدي فلو والديفينيشن بتاع الستريملاين. يعني ايه ستيدي فلو؟ قال لي it is the flow of the liquid in low speed such that its adjacent layer slides smoothly with respect to each other. هتلاقي نفس الكلام اللي احنا قلنا فوق كتبناه في الديفينيشن صح؟ هو سريان المائع بسرعة قليلة على شكل طبقات متجاورة بتنزلق بنعومة بعضها فوق بعض صح كده؟ طيب streamline ايه هو خط الانسياب او الخط الانسيابي؟ قال لي it is an imaginary line هو خط تخيلي shows the path of any part of the fluid during its steady flow inside the tube. يعني خط تخيلي بيوضح لي مسار جزء من المائع اثناء سريانه الهادئ داخل انبوب او داخل انبوب. تمام كده يا شباب؟ فهمنا يعني ايه ستيدي فلو؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي طب دلوقتي انا عايز ادرس كاركترستكس اوف ستريم لاينز يعني خصائص او صفات الخطوط الايه؟ ستريم لاينز يعني ايه؟ خطوط انسيابيه صح؟ برافو عليكم الخطوط الانسيابيه. تمام كده؟ تعال نشوف الخطوط ديت بتتميز بايه او الستريم لاينز ديت او الستيدي فلو عامه بيتميز بايه؟ ايه هي الصفات اللي فيه؟ قال لي نمبر 1 they are imaginary lines don't intersect هي خطوط تخيليه لا تتقاطع مع بعضها. يعني كل خط لا يتقاطع مع الخط الثاني كل واحد ماشي كده في حاله سموثلي بنعومه كده فوق الثاني. نمبر 2 the number of stream lines at any cross section of the tube is constant عدد الخطوط الانسيابيه في اي مقطع او في اي جزء من الانبوبه ديت لو انت قطعت الانبوبه دي من اي جزء فيها عدد الخطوط اللي هنا هيكون قد عدد الخطوط اللي هنا او عدد الخطوط بتاعها هيكون كونستنت يعني ثابت. تمام كده؟ نمبر 3 يا شباب بيقول لي the tangent at any point along the streamline determines the direction of the instantaneous velocity of each particle of the liquid at that point. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني اي مماس اي خط بيمس الستريم لاين عند اي نقطة انت تختارها هيحدد لنا اتجاه السرعة اللحظية بتاع اي جزء من السائل اللي موجود جوه التيوب. يعني يا مستر يعني لو جيت ترسم كده تانجنت خط المماس هنا كده هيحدد لك اتجاه السرعة اللحظية بتاعة البارتكلز او بتاعة الجزيئات بتاعة السائل اللي موجود جوه التيوب. تمام كده؟ يبقى دول كده 3 characteristics of the streamlines ثلاث خصائص او ثلاث صفات من صفات الخطوط الانسيابيه. لسه في تاني؟ لسه في تاني. نمبر 4 يا شباب بيقول لي ايه بقى في نمبر 4 يا شباب؟ بيقول لي ستريم لاينز كرامب اب ات بوينتس اوف هاي فيلوسيتي. يعني ايه؟ يعني الخطوط الانسيابيه بتتراكم او بتتجمع او بتتكون فوق بعضها ات بوينتس اوف هاي فيلوسيتي يعني عند النقاط اللي فيها سرعات عاليه. اشمعنى عند النقط اللي فيها سرعات عاليه؟ قال لي علشان الدنستي انكريزز او كثافه السائل او المائع في المناطق اللي فيها سرعات عاليه بتزيد. تمام؟ قال لي and keep apart at points of low velocity وبتبتعد عن بعضها يعني خطوط السريان دي بتبتعد عن بعضها
عند النقط اللي فيها سرعات منخفضة. طب ليه؟ قال لي علشان الدنسيتي ديكريزز او كثافة المائع او السائل بتقل عند المناطق او النقط اللي فيها سرعات قليلة. طيب راح جاي لي بقى واي. طب ليه؟ قلت له because the velocity of liquid flow at a point is determined by the number of streamlines that pass normally by a unit area at that point. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لاني سرعة المائع او السائل اللي بيسري في نقطة معينة بيتحدد عن طريق عدد الخطوط الانسيابية اللي بتمر عموديا على وحدة المساحات عند النقطة دي. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انت خدت كروس سكشنال اريا، مساحة مقطع معينة كده من التيوب ديت، وليكن الاريا بتاعتها كانت 1 متر باي 1 متر مثلا، تمام؟ فهيبقى الاريا ايه؟ 1 متر سكوير، صح كده؟ هتعد عدد الخطوط الانسيابية اللي موجودة فيها، اللي هو عدد الستريم لاينز اللي موجودة فيها، وعدد الخطوط دوت هو اللي هيعرفك الفيلوسيتي او سرعة الليكويد في النقطة دي او في المنطقة دي، تمام كده؟ فبيقول لي ان عدد الخطوط اللي بيمر عموديا بوحدة المساحات ده بنسميه density of the streamlines at a point، يعني كثافة الخطوط الانسيابية عند نقطة ما او نقطة معينة. قال لي so ولذلك the speed of fluid increases، سرعة المائع هتزيد by increasing the density of streamlines، كل ما كثافة الخطوط الانسيابية زادت at that point عند النقطة اللي احنا بنتكلم عليها. And it decreases، يعني السرعة بتاعت الفلويد هتقل by decreasing the density of streamlines، كل ما كثافة الخطوط دي قلت او كل ما كثافة الخطوط الانسيابية قلت، يعني كل ما عدد الخطوط زادت السرعة زادت، وكل ما عدد الخطوط قلت السرعة قلت، تمام كده؟ طب تعال نكتب الديفينيشن بتاع ال density of streamlines at a point، كثافة الخطوط الانسيابية عند نقطة. قال لي it is the number of streamlines، هو عدد الخطوط الانسيابية crossing perpendicularly اللي بتمر عموديا a unit area at that point، على وحدة من المساحات عند النقطة اللي انت بتتكلم عليها. يعني تخيل برضو كده انك قطعت من الانبوبة ديت مساحة معينة وليكن الفاليو بتاعتها 1 متر سكوير، عدد الخطوط اللي هتمر بشكل عمودي في المساحة اللي هي 1 متر سكوير ديت اللي هتحدد لك الفيلوسيتي بتاعت الفلويد او سرعة المائع، وفي نفس الوقت بتقدر تعرف فيها الدنستي بتاعت الستريم لاينز او كثافة الخطوط الانسيابية، تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. قال لي طب دلوقتي انا عايز اعرف الكونديشنز اوف ستيدي فلو، شروط حدوث السريان الهادئ او السريان المستقر، ايه الشروط اللي لازم تتحقق او تتوفر؟ قال لي نمبر 1 the speed of liquid at a certain point along the path of liquid remains constant and doesn't change as time passes. يعني ايه؟ سرعة السائل عند نقطة محددة موازية لنفس المسار اللي بيمشي في الليكويد بتظل ثابتة، remains constant يعني تظل ثابتة وما بتتغيرش حتى لو الوقت عدى عليها او بمرور الوقت. يعني اول شرط ان السبيد تكون constant، سرعة السائل او سرعة المائع تكون ثابتة عند اي لحظة او عند اي نقطة. قلت له طيب تاني حاجة، قال لي the flow is irrotational، يعني there is no vortex motion، يعني الحركة بتاعتي او الفلو السريان بتاع المائع ما يكونش فيه اي دوامات، تمام، او حركات دائرية. نمبر 3 قال لي no frictional forces، تمام، between the layers of liquids، مفيش قوة احتكاك ما بين طبقات السائل. يعني ده افتراض طبعا، اي جسمين بيتحركوا جنب بعض لازم يكون في ما بينهم friction force او احتكاك. هو بيقول لك لازم يكون مفيش قوة احتكاك علشان يحصل الستيدي فلو. طيب نمبر 4 بيقول لي the flow rate of the liquid should be constant along its path، يعني معدل السريان بتاع السائل لازم يكون ثابت على طول المسار بتاع السائل بتاعي. يعني ايه flow rate، معدل السريان؟ يعني نفس الكمية اللي بتعدي كل ثانية او كل دقيقة او كل ساعة هي نفس الكمية اللي بتعدي كل مرة، تمام كده؟ طيب ليه الفلو ريت لازم يكون كونستنت او معدل السريان لازم يكون ثابت؟ قال لي because the amount of liquid entering the tube equals that emerging out of it. يعني ايه؟ يعني كمية السائل اللي بتدخل من الانبوبة بتساوي كمية السائل اللي بتخرج من الانبوبة in the same period of time، في نفس الفترة الزمنية، where the liquid is incompressible and its density remains constant، حيث ان السائل غير قابل للانضغاط، السائل ما بيتضغطش، غير قابل للانضغاط، دي حاجة. الحاجة التانية الدنستي بتاعته remains constant، كثافته بتفضل
ثابته، يعني ما بتتغيرش من نقطه لنقطه او من مكان لمكان. علشان كده الفلو ريت لازم يكون كونستنت، او معدل السريان لازم يكون ثابت. يعني تخيل كده ان انت معانا خرطوم ميه موصله بحنفيه، نفس كميه الميه اللي هتدخل من الخرطوم من عند الحنفيه هي نفس كميه الميه اللي هتخرج من الناحيه الثانيه. كميه الميه اللي دخلت قد كميه الميه اللي خرجت، ودوت في نفس البيريود اوف تايم او في نفس الفتره الزمنيه، لان السوائل انكمبريسبل غير قابله للانضغاط، ما بتضغطش، وكمان الدنسيتي بتاعتها ثابته، فبتتحرك بنفس السبيد او بنفس السرعه داخل الايه الخرطوم اللي هي بتتحرك فيه. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي if the liquid flows inside the tube، لما السائل او لو السائل بيتحرك داخل انبوب، it should fill the tube completely، لازم يملا الانبوبه بالكامل. اكيد خرطوم الميه اللي احنا وصلناه بالحنفيه لما الميه بتعدي منه بتملاه كله، صح كده؟ لحد ما تخرج من الناحيه الثانيه. تاني حاجه the amount of liquid that enters the tubes at one terminal equal the amount of liquid that emerges from the other terminal in the same time interval. يعني ايه؟ كمية المية اللي بتدخل في الانبوبة من احد الطرفين بتساوي كمية المية او كمية السائل، بلاش مية لان احنا بنقول سائل اي سائل يعني، تمام؟ بتساوي كمية السائل اللي بتخرج من الانبوبة من الطرف الاخر في نفس الفترة الزمنية او في نفس المدة الزمنية يعني. تمام كده؟ طيب يا مستر، دلوقتي في سؤال test yourself اللي هو اختبر نفسك. هسيب لكم السؤال قدامكم، يا ريت تبصوا عليه وتقروا كويس، وبعدين تكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو عشان اتاكد ان المعلومه وصلت لكم مظبوط. وبما اننا اتكلمنا من شويه على حاجه اسمها فلوريت، معدل السريان، فاحنا لازم نشرح يعني ايه فلوريت وايه القوانين اللي بتحكم الحكايه ديت علشان الجزء بتاع البروبلمز او الجزء بتاع المسائل. تعالوا بينا نشوف يعني ايه فلوريت. بيقول لي فلوريت is the quantity of liquid following through a definite cross-sectional area of a tube in one second. كمية السائل اللي بتسري أو بتعدي يعني في مساحة معينة من التيوب، مساحة مقطع معينة من التيوب، in one second، في الثانية الواحدة. يعني روح كده اقطع الأنبوبة نصين، تمام؟ هيبقى معاك cross-sectional area، مساحة من الأنبوبة ديت، طب مساحة مقطعية طبعا، تمام؟ شوف كمية المية اللي هتعدي في الثانية الواحدة من الكروس سيكشنال اريا دي، من المساحة دي قد ايه، وهو دوت اللي هنسميه فلوريت. تمام كده؟ طيب تعال نشوف هنحسبه ازاي وهنعمله ازاي. قال لي فلوريت could be expressed as، يعني معدل السريان يمكن ان احنا نعبر عنه بطريقتين. اول طريقة اللي هي الفوليوم فلوريت، معدل السريان الحجمي، وتاني طريقة اللي هي الماس فلوريت، معدل السريان الكتلي. تمام كده؟ واحد اسمه كيو في وواحد اسمه كيو ام. طب كيو دي اختصار ايه؟ كلمة كوانتيتي، تمام؟ طب والفي اختصار فوليوم، طيب والام اختصار ماس. يبقى انا عندي طريقتين بعبر بيهم عن الفلوريت، واحدة اسمها فوليوم فلوريت واحدة اسمها ماس فلوريت. طب تعالى الاول نبدأ بالفوليوم فلوريت، معدل السريان الحجمي. قال لي the volume of liquid او fluid that flows steadily through a definite cross-sectional area in a tube in one second. يعني ايه؟ حجم كمية معينة من المائع اللي بتسري سريان هادئ في مساحة مقطع معينة من الأنبوبة في الثانية الواحدة. وفي الحالة ديت حضرتك بتعمل ايه؟ بتجيب الفوليوم ديفايدد التايم، صح كده؟ بتشوف في حجم قد ايه من السائل دوت او من المائع دوت عدى في المساحة اللي احنا حددناها ديت في الثانية الواحدة، فهتبقى اليونت بتاعتك كيوبيك متر بير سكند، صح كده؟ طب تعالى نروح نشوف الماس فلوريت. قال لي the mass of fluid that flows steadily through definite cross-sectional area of a tube in one second. يعني ايه؟ كتلة المائع اللي بتسري سريان هادئ في مساحة مقطع محددة من الأنبوبة في الثانية الواحدة. قال لي وفي الحالة ديت حضرتك بتعمل division، بتعمل قسمة. طب مين اللي بيتقسم على مين؟ قال لي الماس هتكون divided time، ففي الحالة دي الميجرنج يونت بتاعتك هتطلع ايه؟ كيلو جرام بير سكند، صح كده؟ عرفنا الفرق ما بين الفوليوم فلوريت والماس فلوريت. تعالوا بقى نستنتج القوانين بتاعتهم اللي احنا هنحل بيها. بيقول لي دلوقتي تعالى نحسب بقى calculating the flow rate at any cross sectional area، نحسب معدل السريان لاي مساحه مقطع من اي انبوبه. وقبل ما نستنتج اي قوانين يا شباب، تعالوا نكتب الاسامبشنز او الافتراضات بتاعتنا الاول، والرموز بتاعتنا اللي موجوده على الرسمه دي بتعبر عن ايه. بيقول لي considering a quantity of liquid of density rho،
اعتبر ان انت معاك كمية من المائع او كمية من السائل الكثافة بتاعتها رو، والفوليوم بتاعها في او ال، تمام كده؟ and mass m يعني حجمها هو دوت اللي هو في او ال، والكتلة بتاعتها هي m. following at velocity v وبتسري بسرعة مقدارها v. to move a distance delta x عشان تتحرك مسافة delta x in a time delta t خلال فترة زمنية مقدارها delta t. throw cross sectional area of a tube a خلال مساحة مقطع من الأنبوبة اسمها a. يبقى انت كده ظبطت كل الرموز اللي انت محتاج تستنتج منها القوانين، او كتبت كل المعلومات اللي انت عايزها. طيب وبعدين قال لي في شوية نوتس برضو خد بالك منهم هنستخدمهم واحنا بنستنتج القوانين. قال لي اول حاجة ان الدنستي is the mass of unit volume of the material، يعني ان الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من اي مادة، يعني الرو equal m divided v او الفوليوم يعني الماس divided الفوليوم، الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. قلت له ماشي. وبعدين قال لي يبقى الدنستي measured in kilogram per cubic meter، يبقى الكثافة وحدة القياس بتاعتها كيلو جرام لكل متر مكعب. ماشي. وبيقولي كمان ان الـ density of any material is constant، كثافة اي مادة ثابتة in a fixed temperature في حالة ثبوت درجة الحرارة، يعني طالما ما سخنتهاش او ما بردتهاش. so it is considered a characteristic property for the material، ودي تعتبر صفة او خاصية مميزة لأي مادة، يعني بالبلدي كده السائل اللي هيكون معاك كثافته ثابتة لان احنا لا بنسخنه ولا بنبرده، بنشتغل عليه هنا fixed temperature في درجة حرارة ثابتة، تمام كده؟ طب ايه علاقة اللي انا قلته ده كله باستنتاج القوانين؟ تعال هقولك دلوقتي. بقولي دلوقتي احنا اتكلمنا عن حاجتين من شوية، حاجة اسمها volume flow rate وحاجة تانية اسمها mass flow rate. من الديفينيشنز بتاعتهم ال QV equal delta volume divided delta time، صح كده؟ اسمه معدل السريان الحجمي، يبقى الحجم divided time اللي هو الزمن، صح كده؟ طيب تعال على الماس فلوريد، دلتا ماس divided delta time، صح كده؟ مش هو اسمه معدل السريان الكتلي، يبقى الماس divided time او الكتلة مقسومة على الايه؟ الزمن. حلو جدا. وحضرتك قلت لي ان الرو او الدنستي بتاعت الفلويد اللي انا بستخدمه كونستانت ثابتة، يبقى equal delta m divided delta volume اللي هو delta mass divided delta volume، التغير اللي حصل في الكتلة مقسوم على التغير اللي حصل في الحجم. انا دلوقتي عشان اشتغل القانونين دول صح لازم اعرف الفوليوم قد ايه والماس قد ايه. تلو بسيطة، تعالى كده هاتلي الماس لوحدها من القانون بتاع الرو دوت، الدلتا ماس equal رو times delta volume، ده هيجي الناحية دي بدل ما هو divided يروح الناحية التانية times، صح كده؟ طيب وبعدين قال لي لو انت بتحسب الدلتا فوليوم او التغير اللي بيحصل في الحجم، انت معاك سيلندر، معاك اسطوانه، تعرف تجيب لي الفوليوم بتاع السيلندر حجم الاسطوانه قد ايه؟ قلت له اه، الاريا بتاعتها تايمز الهايت بتاعها هتبقى ايه؟ تايمز دلتا اكس. قلت له مظبوط. طيب ومش انت كمان عارف ان الفي اللي هي سرعه الفلويد هي عباره عن ديستانس ديفايدد تايم؟ طب هو الفلويد مشي مسافه قد ايه؟ دلتا اكس، واخد وقت قد ايه؟ دلتا تي، يبقى الفي ايكوال دلتا اكس ديفايدد دلتا تي. طب ليه انا جبت قانون الفيلوسيتي؟ قال لي عشان اقدر اعرف المسافه بقد ايه، الدلتا اكس دي تطلع قد ايه، وفي الحاله دي هتبقى الدلتا اكس ايكوال في تايمز دلتا تي، الدلتا تي هتروح الناحيه الثانيه بدل ما هي هنا ديفايدد هتروح الناحيه الثانيه تايمز، بقت الدلتا اكس ايكوال في تي. روح شيل الدلتا اكس حط مكانها في تي، بقى معاك ان الدلتا فوليوم ايكوال اي تايمز في تايمز دلتا تي. طيب انا محتاج كمان اعرف الماس قد ايه، روح شيل الدلتا فوليوم من القانون دوت وحط مكانه اي في دلتا تي، تقول يبقى الدلتا ام ايكوال رو تايمز اي تايمز في تايمز دلتا تي. وبعدين روح شيل الدلتا فوليوم من القانون بتاع الكيو في وحط قيمتها، وروح شيل الدلتا ام من القانون بتاعها وحط قيمتها اللي هي رو اي في دلتا تي. تقول له حصل، الدلتا تي ديت هتروح مع الدلتا تي ديت، هيبقى الكيو في ايكوال اي في اللي هو الاريا تايمز الفيلوسيتي. طيب والكيو ام هتبقى ايكوال ايه؟ رو اي في، لان الدلتا تي ديت هتصير مع الدلتا تي ديت. قلت له جميل جدا، يبقى الكيو ام ايكوال رو في اي. طب مش واخد بالك من حاجه؟ ان كده في ريليشن او في علاقه بتربط الكيو في بالكيو ام اللي هي ايه؟ قال لي مش الكيو في ايكوال اي في؟ طب ما تروح شيل الاي في ديت وحط مكانها كيو في، فبقت الكيو ام ايكوال رو كيو في او رو تايمز كيو في. يبقى انت كده استنتجت القوانين اللي انت ممكن تحل بيها بصورة بسيطة وسهلة، تمام كده؟
نروح للجزء اللي بعد كده. بيقول لي from the previous we conclude، يعني من اللي فات دوت او من الاستنتاجات اللي فاتت احنا هنستنتج بقى. since fluid flows steadily، يعني لما يكون السائل بيمشي او المائع بيمشي او بيسري سريان مستقر، the amount of liquid entering the tube equals the amount of liquid emerging from it، يعني كمية السائل اللي بتدخل من الأنبوبة بتساوي كمية السائل اللي بتخرج من الأنبوبة in the same period of time، في إيه؟ في نفس الفترة الزمنية، يعني في نفس المدة. according to the law of conservation of mass، طبقا لقانون بقاء الكتلة، إن الكتلة اللي دخلت أو الكمية اللي دخلت تكون قد الكمية اللي خرجت، ما خسرناش منها حاجة. يعني مثلا دخل 2 كيلو ميه من الخرطوم من الناحيه دي، هيخرجوا من الناحيه الثانيه 2 كيلو ميه برضه، الماس مش هتتغير، صح كده؟ وده اللي بنسميه لو اوف كونزرفيشن اوف ماس، قانون بقاء الكتله، تمام كده؟ قلت له طيب وبعدين؟ قال لي اذا الفلوريت او معدل السريان سواء كان فوليوم او ماس، يعني سواء كان حجمي او كتلي، از كونستنت ات اني كروس سكشنال اريا، هيكون ثابت عند اي مساحه مقطع. ودلوقتي يا شباب عايزك تحفظ شوية القوانين دول علشان هنحل بيهم البروبلمز. الكيو في تحفظ القوانين الرئيسية بتاعتها او الاساسية بتاعتها، بعد كده تحفظ القوانين اللي احنا استنتجناها، العلاقة ما بين الكيو في والكيو ام، تمام، وتحفظ كمان القانون بتاع الرو او بتاع الدينستي اللي هو ايكوال الماس ديفايدد الفوليوم. ودلوقتي تعالوا بينا نبدأ نحل مع بعض اول اكزامبل او اول مثال معانا. بيقول لي the opposite figure، في الشكل المقابل، show the water container، بتوضح بالنسبة لك وعاء، تمام، في مية، of volume VOL which is being filled by two water tubes X and Y، وبيتملي بحنفيتين، حنفية اسمها X وحنفية اسمها Y. قال لي such that if only tap X is used، يعني لو الحنفية X بس استخدمت، تمام، the container takes 15 minutes to fill، and if only tap Y is used the container takes 30 minutes to be filled. يعني لو الحنفيه اكس بس استخدمت عشان تملا الكونتينر دوت هتاخد 15 دقيقه عشان تملاه، ولو الحنفيه واي بس لوحدها هتاخد كام؟ 30 دقيقه. بيقول لي what are the time required to fill the container by using the two taps together، ايه الوقت اللي انت محتاجه علشان تملا الكونتينر ده بالحنفيتين في وقت واحد؟ إذا كانت الحنفية الأولانية بتملى التانك دوت في 15 دقيقة والحنفية التانية دي بتملى التانك ده في 30 دقيقة، فلو أنا فتحتهم مع بعض الكونتينر ده يتملي في وقت قد إيه؟ قلت له بسيطة، تعال نحل مع بعض. مش إحنا معانا التايم بتاع إكس 15 مينت والتايم بتاع واي 30 مينت؟ قلت له صح. قال لي لو أنا جيت أجيب الكيو في اللي هو معدل السريان الحجمي، تمام، لأن هو بيكلمني عن الفوليوم، هيبقى كيو في إكس بلس كيو في واي، ان انا هفتح الحنفيه الاولانيه واجيب معدل السريان الحجمي بتاعها، وهفتح الحنفيه الثانيه واجيب معدل السريان الحجمي بتاعها، واعمل سميشن للاثنين واجمع الاثنين على بعض. قلت له جميل، طيب تعالى بقى نترجم القانون دوت للقوانين الابسط منه. مش الكيو في ايكوال الفوليوم ديفايدد التايم؟ حلو، يبقى ايكوال، لو انا بتكلم على الكيو في اكس لوحدها هتبقى الفوليوم، الفوليوم كده كده ثابت لان هو نفس الكونتينر، صح كده، بس ديفايدد تي اكس بلس الفوليوم ديفايدد تي واي. انا معايا تي اكس ومعايا تي واي، صح، والفوليوم ثابت في الثلاث حالات، صح كده، يبقى الفوليوم ده هيطير مع الفوليوم ده، هيطير مع الفوليوم ده، يبقى 1 اوفر تي ايكوال 1 اوفر تي اكس بلس 1 اوفر تي واي. طب ما هو 1 اوفر تي اكس بلس 1 اوفر تي واي معايا الاثنين 1 اوفر 15 بلس 1 اوفر 30 اوفر 30، صح كده، ايكوال كام؟ 1 اوفر 10. طب لو انا عايز اجيب التايم، قال لي هات الريسبروكال، اقلب المعادله بقى، بدل ما هي 1 اوفر تي خليها تي اوفر 1، وبدل ما هي 1 اوفر 10 خليها 10 اوفر 1، صح كده، فيطلع التايم بكام؟ 10 مينتس. يبقى الكونتينر ده محتاج 10 دقائق بس عشان يتملي بالحنفيتين مع بعض، تمام كده. نروح نشوف اللي بعده. ده سؤال تيست يور سيلف يا شباب، طبعا احنا خلاص عرفنا بنعمل ايه في اسئله تيست يور سيلف، بنوقف الفيديو نقرا السؤال كويس، نحل او نكتب الاجابة بتاعتنا في ورقة، وبعدين نكتب النتيجة النهائية او نكتب اجابة السؤال في الكومنتات او في التعليقات اللي اسفل الفيديو، تمام كده. يلا وقف الفيديو، حل السؤال واكتب لنا الاجابة تحت في الكومنتس او في التعليقات اللي اسفل الفيديو. ودلوقتي يا شباب هنعمل deducing of the continuity equation، هنعمل استنتاج لمعادلة الاستمرارية في equation اسمها continuity equation او معادلة الاستمرارية، عايزين نستنتجها. طب هي continuity equation دي عبارة عن ايه؟ relation between flow speed of liquid
and cross sectional area of the tube. يعني علاقة بتربط ما بين سرعة السريان بتاع السائل ومساحة مقطع الأنبوبة اللي السائل بيمشي جواها. تمام كده؟ طيب تعال نشوف دي هتتعمل ازاي. بيقول لي اولا كده imagine that a tube has a fluid in a steady flow. تخيل ان انت معك انبوبة فيها مائع بيسري سريان هادئ ومستقر. Where the previous conditions of a steady flow are verified. ومتحقق فيه كل شروط السريان الهادئ. يعني كل شروط السريان الهادئ متحققة في الحلقة اللي احنا بنتكلم عليها. لو مش عارف ايه هي الكونديشنز ارجع للحلقة من اولها وانت تعرف يعني ايه كونديشنز. تمام كده؟ بيقول لي consider two cross-sectional area A1 و A2. يعني اعتبر ان انت معاك مساحتين او مساحة مقطع من الانبوبة كبيرة شوية اسمها A1 ومساحة مقطع تانية صغيرة شوية اسمها A2. That are perpendicular to the streamlines. والمساحتين عموديين على الخطوط الانسيابية. يعني الخطوط الانسيابية بتعدي بشكل عمودي على الاريا الاولانية وعلى الاريا التانية. طيب وبعدين قال لي at the first cross-sectional area A1 the velocity of liquid through it V1. يعني ايه؟ لو احنا بنتكلم على الفيرست كروس سكشنال اريا المساحه او مساحه المقطع الاولاني اللي هي A1 هنعتبر ان الفيلوسيتي بتاعت الليكويد عندها V1. يبقى الفوليوم فلو ريت عند الكروس سكشنال الاولانيه هتبقى QV equal A1 times V1 والماس فلو ريت عند الكروس سكشنال الاولانيه برضو هتبقى QM equal رو times A1 times V1. قلت له طيب تعالى عند السكند كروس سكشنال اريا المساحه الثانيه او مساحه المقطع الثانيه اللي هي A2. قال لي هنعتبر ان الفيلوسيتي بتاعت الليكويد فيها هي V2. ففي الحالة ديت هيبقى الفوليوم فلو ريت عند مساحة المقطع التانية اللي هي A2 تبقى equal ايه؟ الQV equal A2 times V2. اما الماس فلو ريت هتبقى QM equal رو times A2 times V2. صح كده؟ وعلشان الناس اللي بتتلخبط في القوانين خد بالك الكيو ام هنا هي عبارة عن ايه؟ رو تايمز كيو في. وبرضو هنا نفس الكلام الكيو ام هي عبارة عن رو تايمز كيو في. تمام كده؟ يعني احنا كده بالبلد يا شباب بنروح نشتغل على الفيرست كروس سكشنال اريا ونحسب الكيو في والكيو ام ونشتغل على الكروس سكشنال اريا التانية ونحسب الكيو في والكيو ام. تمام كده؟ خليكم فاكرين استنتاجات القوانين ديت عشان هنكمل بيها علشان نوصل للكونتينيوتي ايكويشن او لمعادلة الاستمرارية. تمام كده؟ تعالوا نكمل مع بعض. طب يا مستر مش حضرتك قلت لي ان الحالة اللي احنا شغالين عليها ديت ستيدي فلو سريان هادئ او سريان مستقر يبقى اكيد الفلو ريت سواء كان فوليوم فلو ريت او ماس فلو ريت از كونستانت. اكيد الفلو ريت هنا ثابت او معدل السريان هنا ثابت. قلت له فعلا. طيب ومش حضرتك عارف كمان ان الكيو ام ايكوال رو تايمز كيو في؟ قلت له فعلا عارف الكلام دوت. قلت له طب ما تعالى شيل الكيو ام وشيل الكيو في وعوض بالقيم بتاعتهم. صح كده؟ قلت له الكيو ام هشيلها واحط مكانها رو A1 تايمز V1 ايكوال رو واشيل الكيو في واحط قيمتها اللي هي A2 تايمز V2. صح كده؟ طيب ما هي الرو كونستنت الكثافه بتاعت الفوليوم الكثافه بتاعت الفلويد ثابته. يبقى الرو ديت هتطير مع الرو ديت هيبقى لي A1 تايمز V1 ايكوال A2 تايمز V2. طب سيب ال V1 الناحيه دي وهات ال V2 الناحيه الثانيه ديفايدد وسيب ال A2 الناحيه دي وهات ال A1 الناحيه الثانيه ديفايدد. فبقى معايا V1 ديفايدد V2 ايكوال A2 ديفايدد A1. قال لي this relation is called continuity equation. يعني العلاقه ديت بنسميها معادله الاستمراريه وممكن نكتبها بشكل تاني لو احنا شلنا الاريا وعوضنا مكانها بباي ار سكوير. اشمعنى يا مستر؟ قال لي ما هي المساحه اللي انت واخدها تعتبر سيركل تعتبر دايره. صح كده؟ لان انت واخد مساحه مقطع من اسطوانه فيبقى الاريا بتاعتها باي ار سكوير. قلت له جميل جدا بس انا هنا شغال على تو اريز او على مساحتين مساحه كبيره ومساحه صغيره. قال لي هيبقى في R1 وفي R2. صح كده؟ قال لي طب ما تروح تشيل بقى ال A2 وال A1 وحط مكانهم باي ار سكوير. لما اجي اشيل ال A2 احط مكانها باي R2 سكوير وما اجي اشيل ال A1 احط مكانها باي R1 سكوير. طبعا الباي ده كونستانت الباي اللي فوق هتطير مع الباي اللي تحت فيبقى معاك V1 ديفايدد V2 ايكوال R2 سكوير ديفايدد R1 سكوير. طب الريديوس دوت او الار ديت هي مين يا مستر؟ الار ديت هي الريديوس اوف تيوب نصف قطر الانبوبه. نصف قطر الانبوبه سواء النص التخين او النص الرفيع.
تمام كده؟ ويبقى انت كده وصلت للكونتينيوتي ايكويشن او عرفت معادله الاستمراريه وعرفت الطريقتين اللي بتتكتب بيهم. طيب في ايه تاني يا مستر في الجزئيه ديت المفروض نعرفه؟ بيقول لي from the previous من اللي فات دوت او من السابق we conclude that او we can conclude that نقدر نستنتج حاجه مهمه ان the speed of fluid which is following steadily at any point is inversely proportional to the cross sectional area of the tube. قلت له صح ان سرعه المائع اللي بيسري سريان هادئ عند اي نقطه بتتناسب عكسيا مع مساحه مقطع الانبوبه، صح كده؟ او لو مش عايز تكتب مساحه مقطع الانبوبه ممكن تكتب ايه بقى؟ inversely proportional مع مين؟ قال لي to the square of radius of the tube، مع مربع نصف قطر الانبوبه at that point عند النقطه ديت. طيب ازاي كتبنا كده يا مستر؟ قال لي مش احنا اول مره كتبنا فيها الكونتينيوتي ايكويشن كتبنا ان في1 اوفر في2 ايكوال اي2 اوفر في اي1؟ طب ما هم كده inversely proportional مع بعض السبيد والاريا. وكتبنا مره ثانيه v1 اوفر v2 ايكوال r2 سكوير ديفايدد r1 سكوير، طب ما هم برده كده inversely proportional ما بين ال v وما بين ال r سكوير، صح كده يا شباب؟ جميل جدا. تعالوا نكمل بقى مع بعض شويه كيسز كده او شويه حالات علشان واحنا بنحل البروبلمز ما نقعش في اي مشكله فيهم. بيقول لي based on the previous relation، معتمدين على العلاقه اللي فاتت اللي احنا استنتجناها ديت، ان a1 times v1 equal a2 times v2 if ايه بقى؟ if the tube has two different cross sectional area، لو الانبوبتين ليهم مساحتين مقطع مختلفين اللي هي a1 و a2 هيبقى ليها سرعتين مختلفين v1 و v2. اما لو كانت التيوب is branched into n branches of the same cross sectional area، اما لو كانت الانبوبه مقسمه الى فروع عددها n بس مساحه المقطع بتاعه الفروع دي كلها متساويه، يعني ديت الاريا بتاعتها a2 وديت الاريا بتاعتها a2 وديت الاريا بتاعتها a2. او في حاله ثالثه ان التيوب is branched into a number of branches of different cross sectional area، ان الانبوبه تتفرع لفروع كتير او عدد من الفروع بس المساحات بتاعتهم مختلفه، يعني ديت المساحه بتاعتها a2 ودي المساحه بتاعتها a3 ودي المساحه بتاعتها a4. يا ترى هكتب القوانين شكلها ايه في الثلاث حالات دول؟ تعالوا كده نشوف القوانين في الثلاث حالات هنكتبها ازاي يا شباب. بيقول لي هنا في الحاله ديت ان التيوب ليها تو ديفرنت كروس سيكشنال اريا، ليها مساحتين مقطع مختلفين، هيبقى a1 v1 equal a2 v2 اللي هو القانون بتاعنا العادي، صح كده؟ وممكن اشيل الـ a1 واحط مكانها r1 سكوير واشيل الـ a2 واحط مكانها r2 سكوير. قلت له بسيطه. طيب في حاله ان يكون متقسمه لعدد من الفروع بس مساحه مقطع الفروع دي كلها متساويه، قال لي هيبقى a1 تايمز v1 هتفضل زي ما هي ايكوال n اللي هو عددهم تايمز a2 v2. وممكن برضو في الحاله ديت اشيل a1 واحط r1 سكوير واشيل a2 واحط r2 سكوير. طب في الحاله الثالثه قال لي a1 تايمز v1 هتفضل زي ما هي لان ده احد الفرعين بتوع التيوب ده ثابت. طب الفرع الثاني هتبقى a2 تايمز v2 بلس a3 تايمز v3 بلس a4 تايمز v4. وفي كل الحالات ديت هقدر اشيل الاريا واحط مكانها السكوير اوف ريديوس او مربع نصف القطر. تمام كده يا شباب؟ احفظوا الحالات دي مهمه علشان هنحل بيها. تعالوا بقى يا شباب ناخد الجرافيكال ريبريزنتيشن اوف ذا كونتينيوتي ايكويشن، يعني التمثيل البياني لمعادله الاستمراريه. قال لي اولا انت عارف ان السبيد از انفرسلي بروبورشنال تو ذا كروس سكشنال اريا، ان السرعه بتاعه الفلويد بتتناسب عكسيا مع مساحه مقطع الانبوبه اللي الفلويد دوت ماشي فيها. لازم فيجر كما هو موضح في الشكل البياني اللي قدامك، ان احنا هنا رسمنا ريليشن ما بين 1 اوفر اي على الاكس اكسس وما بين الفي على الواي اكسس، ولما هنيجي نحسب السلوب او الميل بتاع الخط دوت او بتاع الجراف دوت هيطلع في اوفر 1 اوفر اي، صح كده؟ او في ديفايدد 1 اوفر اي. طب ما هي الاي هتطلع فوق وتبقى تايمز، صح؟ يبقى السلوب ايكوال اي في، يبقى السلوب في الحاله ديت ايكوال كيو في اللي هو الفوليوم فلو ريت. قلت له فعلا، قال لي سو، ولذلك ذا ليكويد فولو ذا ليكويد فولوز ذا ليكويد فلوز سلولي in that tube when its cross sectional area is large and follows rapidly when its cross sectional area is small. يعني ان سرعه السائل او السائل هيتحرك
بسرعة بطيئة أو هيتحرك ببطء لما تكون مساحة المقطع كبيرة، وهيتحرك بسرعة لما تكون مساحة المقطع صغيرة. صح كده شباب؟ جميل جدا. تعالوا بقى نروح نحل problems مع بعض ونشوف أول example أو أول مثال معنا. بيقول لي a water pipe of diameter 2 cm enters a house such that the flow speed of water inside it is 0.1 meter per second. Then its diameter become 1 cm. Calculate the speed of water in the narrow part, amount of water أو كمية المية، سواء كان هتحسبها بالفوليوم أو بالماس، يعني فوليوم بتاع المية أو الماس بتاعة المية. That follows every minute through any section of the pipe. يعني الكمية بتاعة المية اللي هتسري كل دقيقة في أي مساحة مقطع من الأنبوب. تمام كده؟ ولو عرفت كمان إن الدنستي بتاعة الووتر 1000 كيلوغرام بير كيوبيك متر، يعني هو مديني الدنستي بتاعة المية أو كثافة المية. قال لي خد بالك بقى هنا في كام تركية كده. أولا لازم تاخد بالك من الكونفيرجنس، من التحويلات. خد بالك هنا الديامتر بالسنتيمتر ومديني السبيد بالمتر بير سكند، فلازم أحول من سنتيمتر لمتر. صح كده؟ وكمان تركية تاخد بالك منها إن هو مديك الديامتر مش مديك الراديوس، مديك الديامتر يبقى أنت لازم تعمل الرقم ده ديفايدد 2 ورقم ده ديفايدد 2. صح كده؟ وتاخد بالك ان في two different areas او في مساحتين مختلفين، مساحة الانبوبة برا البيت ومساحة الانبوبة جوه البيت، فهيبقى في سرعتين مختلفين، سرعة المية في الانبوبة اللي برا البيت او في المساحة اللي برا البيت، وسرعة المية في المساحة اللي جوه البيت. طيب يا مستر تعالى كده نشوف هنحلها ازاي. قال لي ادي الانبوبة ليها مساحة كبيرة برا البيت اللي هو الديامتر بتاعها 2 سنتيمتر، ومساحة صغيرة جوه البيت اللي هي 1 سنتيمتر. اولا يا شباب هنكتب القانون بتاع الحاله اللي احنا هنحل بيها، A1 times V1 equal A2 times V2. طب انا مش معايا الاريا بس معايا الراديوس، شيل الاريا الاولانيه والاريا الثانيه واعمل سبستيتيوتنج او عوض مكانهم بباي ار سكوير. يبقى الـ A1 هتتشال، الـ A1 دي هتتشال وتحط مكانها باي R1 سكوير، والـ A2 هتتشال وتحط مكانها باي R2 سكوير. طيب الباي ديت هتطير مع الباي ديت لان الاثنين دول كونستنت، يبقى R1 سكوير times V1 equal R2 square times V2. طيب وبعدين هتحول ال R1 من سنتيمتر لمتر، هتبقى divided 100، هيبقى 1 divided 100 اللي هي 0.01 وحط السكوير بتاعي عليها لان ال R1 محطوط عليها سكوير. صح كده؟ يبقى 1 over 100 كلها سكوير times V1 اللي هي 0.1 equal ال half divided 100 هتطلع معايا 0.005 سكوير تايمز V2، و V2 ديت هي سرعة المية في الجزء الضيق من الأنبوبة اللي جوه البيت. صح كده؟ تقدر تحسبها، هنخلصها على الكالكوليتر بتاعتنا، هتطلع ان V2 equal 0.4 متر بير سكند. تمام كده؟ طيب يا مستر دلوقتي انا عايز اعرف الاماونت اوف ووتر، كمية المية اللي هتمشي كل دقيقة في مساحة او في مقطع، اي مقطع من الأنبوبة. تلو بسيطة، انا دلوقتي معايا الفوليوم الحجم بتاع الميه بيبقى ايكوال ايه كيو في تايمز تي، اللي هي الكيو في ايكوال الفوليوم ديفايدد التايم، بس انا عايز الفوليوم فانا هقول ان الفوليوم ايكوال كيو في تايمز تي. صح كده؟ قلت له جميل جدا. طب مش الكيو في هي ايكوال الاي 1 تايمز الفي 1؟ قلت له خلاص شيل الكيو في لانها مش معاك وحط مكانها اي 1 في 1. طيب والتايم؟ قال لي ما هو التايم مينت دقيقه، والدقيقه فيها 60 ثانيه، حول من دقائق لثواني. صح كده؟ فما تنساش تعمل ال1 مينت ديت او الدقيقه ديت ملتبلاي 60. قلت له جميل جدا. دلوقتي انا برضو معايا الاريا مش معروفه، فهشيلها واكتب مكانها باي R1 سكوير. صح كده؟ دلوقتي بقى كل حاجه موجوده معايا. صح كده؟ تقدر تحسبها. قلت له الباي 22 اوفر 7 تايمز R1 سكوير اللي هي 1 over 100 سكوير تايمز 0.1 اللي هي السرعة الأولانية، صح؟ تايمز 60. هتطلع معي قد ايه؟ 1.89 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 كيوبيك متر. طب افرض انت عايز تطلع الماس، جبت الفوليوم لان هو بيقول لك هات الفوليوم والماس، اهو جبت الفوليوم، تعرف تجيب الماس؟ ما هي الماس ايكوال رو تايمز الفوليوم، والرو معايا هو مديها لي، والفوليوم انا لسه حاسبه، فهتطلع معاك ان الماس ايكوال 1.98 كيلو جرام.
صعب كده يا شباب؟ هي بس المسائل بتحتاج انك تمشي ستيب باي ستيب او خطوه خطوه، ويفضل عشان ما تتلخبطش تعمل الكونفرجنز دي في الاول، تعمل التحويلات دي في الاول، يعني تحول من سنتيمتر لمتر في الاول وتستخدم الرقم الجديد عشان ما تفضلش تستخدم فراكشنز كتير او ديسملز كتير، ارقام عشريه كتير. يبقى انت حول في الاول مره واحده واستخدم الارقام بتاعتك بعد التحويل. اتفقنا يا شباب؟ صعبه. وطبعا الانواع دي من المسائل بتحتاج انك تكون كاتب معظم القوانين اللي هتستخدمها قدام عينيك علشان تعرف انت معاك ايه وبتدور على ايه وهتوصل له ازاي. نروح للاكزامبل اللي بعد كده او للمثال التاني. بيقول لي if the average speed of blood in the aorta artery for a person is 0.33 meter per second and radius of aorta is 0.7 centimeter and it distributes blood to a number of main arteries radius of each is 0.35 centimeter. If the number of main arteries is 30, calculate the blood speed inside each of them. يعني ايه الكلام ده؟ يعني متوسط سرعة الدم في الشريان الأورطي لشخص معين هو 0.33 متر per second، والراديوس بتاع الشريان الأورطي 0.7 سنتيمتر، والأورطة دوت أو الشريان الأورطي دوت بيوزع الدم على عدد من الشرايين الرئيسية، تمام؟ الراديوس بتاع كل واحد فيهم 0.35 سنتيمتر. يعني هما كده equal in radius، كلهم متساويين في الراديوس، وعددهم 30، يعني ال n small بكام؟ ب 30. تقدر تحسب لي سرعة الدم جوه كل واحد فيهم؟ قلت له بسيط، أنا معايا كل شيء أصلاً، أنا معايا ال V1 ومعايا ال R1 ومعايا ال R2 ومعايا ال N، صح كده؟ وانا عندي قانون بيقول لي ان ال A1 times V1 equal A2 times V2، وفي حالة ان هم يكون اكتر من انبوبة متساويين في المساحة هحط N قبل ال A2 V2، صح كده؟ طيب انا مش معايا الاريا الاولانية ولا الاريا التانية، بس معايا R1 ومعايا R2، شيل A1 و A2 وعوض مكانهم بالارات. طب احنا جبنا منين القانون ده يا مستر؟ جبناه من الحالات الخاصة اللي احنا شرحناها من شوية، لما يكون معايا انبوبة متقسمة لكذا فرع والفروع دي كلها مساحتها زي بعض، هقول ان A1 times V1 equal N A2 times V2، صح كده؟ وده اللي احنا عملناه هنا. طب يا مستر ال R1 بالسنتيمتر وال R2 بالسنتيمتر، تمام كده؟ والفيلوسيتي متر بير سكند، احول ولا ما احولش؟ قال لي هنا ممكن ما تحولش، مش الار اللي هنا اليونت بتاعتها هتطير مع الار اللي الناحية التانية، يعني اليونت دي هتطير مع اليونت دي، هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لي اليونت بتاعه الفيلوسيتي الاولانيه او السرعه الاولى. طب ما هي دي اليونت اللي هتكتب الناحيه الثانيه للفي 2، فممكن ما تحولش، تكتب على طول كده 0.7 سكوير تايمز 0.33 ايكوال 30 تايمز 0.35 سكوير تايمز في 2، كل ده معاك ما عدا الفي 2، احسب الفي 2 كده على الكالكوليتر هتطلع 0.044 متر بير سكند. عايز تحول ما فيهاش اي مشكلة عشان ما تتلخبطش، حول من الاول، يعني هات لي 0.7 دي divided 100 وهات لي 0.35 دي divided 100، والناتج اللي يطلع هنا استخدمه هنا والناتج اللي يطلع هنا استخدمه هنا، تمام كده؟ التو اوبشنز معاك. طيب نروح نحل اللي بعد كده، الاكزامبل نمبر 3 او المثال الثالث. بيقول لي اتيوب اوف دايمتر 10 سنتيمتر، معانا انبوبة الدايمتر بتاع القطر بتاعها 10 سنتيمتر، انس ويز ا كفر with 3 opening، متغطي بغلاف او بغطاء مفتوح 3 فتحات، of diameters 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 5 سنتيمتر، يعني الثلاث فتحات الدايمترز بتاعتهم مختلفين عن بعض، تمام كده؟ قال لي if the speed of water emerging out of the 3 opening is 2 meter per second 0.8 meter per second 0.3 meter per second، يعني لو سرعة خروج المية من الثلاث انابيب هما 2.8 و3.10 respectively، يعني على الترتيب، يعني 2 متر بير سكند ده بتاع الانبوبه اللي الدايمتر بتاعها 1 سنتيمتر، 0.8 متر بير سكند دوت سرعه الميه اللي خارجه من الانبوبه الثانيه اللي هي الدايمتر بتاعها 2 سنتيمتر، 0.3 متر بير سكند ده سرعه الميه اللي خارجه من الانبوبه الثالثه اللي هي الدايمتر بتاعها 5 سنتيمتر. وما تنساش ان كل دول دايمترز لازم يتعمل لهم divided 2، يتقسموا على 2 عشان تجيب الراديوس، تمام كده؟ وما تنساش ان كلهم بالسنتيمتر، فانت ممكن تحتاج انك تحول من سنتيمتر لمتر، تمام كده يا شباب؟ بيقول لي كالكوليت the speed of water in the main tube، سرعه الانبوب سرعه الميه في الانبوبه الرئيسيه اللي هي الانبوبه اللي الدايمتر بتاعها 10 سنتيمتر، the volume of liquid following in the main tube and that emerging out of the three opening with half minute،
او within half minute. يعني ايه؟ حجم المية اللي ماشية في الانبوبة الرئيسية واللي خرجت من التلات انابيب في خلال نص دقيقة. نص دقيقة يعني كم ثانية؟ 30 second. الدقيقة فيها 60 ثانية، يبقى النص دقيقة 30 ثانية، صح كده؟ قلت له تعالى نحل مع بعض، ادي R1 وادي R2 وادي R3 وادي R4. طب R1 دي اللي هي مين؟ قطر الانبوبة؟ لا، نص قطر الانبوبة الرئيسية 10 divided 2 هتطلع 5. طب والR2 اللي هي 1 divided 2. طب والR3 اللي هي 2 divided 2. طب والR4 اللي هي 5 divided 2 اللي هي تطلع 2.5 سنتيمتر. طيب معايا كمان V2 وV3 وV4، صح كده؟ طب انا دلوقتي محتاج سرعة المية في الانبوبة الرئيسية، اللي بسيطة A1 V1 اللي هي الانبوبة الرئيسية equal A2 V2 plus A3 V3 plus A4 V4، صح كده يا شباب؟ طيب شيل الاريا لان هي مش معاك وعوض مكانها بالريديوس، هتبقى هنا R1 square times V1، وامشي برضو الناحية التانية بنفس الطريقة، شيل ال E2 وحط R2 square، شيل ال A3 وحط R3 square، شيل ال A4 وحط R4 square. طيب وبعدين اعمل substitution وعوض. لو خدت بالك ان كل radius من اللي احنا كاتبينهم ما بين البراكتس دول عاملين له times 10 power negative 2 اللي هي divided 100. ما انت اما تضرب في 10 أس سالب 2 كأنك بتقسم على 100، صح كده؟ فاعملها بالطريقة اللي تعجبك، 5 times 10 power negative 2 او 5 over 100 0.5 over 100، تمام؟ 1 over 100 2.5 over 100، تمام كده؟ وبعد كده احسبها على الكالكوليتر بتاعتك، هتطلع ان ال V1 equal 0.127 meter per second، يبقى سرعة المية في الانبوبة الرئيسية بالرقم ده، تمام كده؟ طب احنا جبنا الحالة دي منين؟ دي كانت تالت حالة في الاسبيشيال كيسز، ان ممكن انبوبة تتقسم لعدد من الانابيب الريديوس بتاعهم كلهم مختلفين عن بعض. طيب تاني حاجة، عايز الفوليوم بتاع الليكويد اللي دخل في الانبوبة الرئيسية والفوليوم بتاع الليكويد اللي خرج من التلات فتحات في نص دقيقة. قلت له بسيطة، مش انا معايا ان الفوليوم ايكوال كيو في تايمز تي؟ طيب انا مش معايا الكيو في، شيلها وعوض مكانها بالاي في، اي تايمز في. طيب انا مش معايا الاريا، شيلها وعوض مكانها باي ار سكوير، صح كده؟ قلت له جميل جدا، تعالى بقى احسب لي الفوليوم الاولاني والتاني والتالت والرابع، صح كده؟ هتقدر تحسب الفوليوم اللي خارج من كل انبوبه، واستخدم التايم ب 30 سكند، او استخدم الزمن بتاعك ب 30 ثانيه، وكل مره هيبقى معاك ريديوس مختلف وسرعه مختلفه، بس الوقت ثابت فيهم كلهم، فهتقدر تعرف الفوليوم بتاع الميه اللي خارج من كل انبوبه قد ايه. موضوع بسيط، جميل جدا، نكمل مع بعض. بيقول لي اكزامبل نمبر 4 او المثال الرابع، the opposite figure represent a steady flow of liquid inside a tube if v1 equal double v2 equal v و a1 equal 3 over 2 a2 equal half a3 equal a. Calculate the value of V3 in terms of V. يعني احسب لي قيمة ال V3 بدلالة ال V. يعني الرقم اللي هيطلع لك هيطلع لك مضروب في V، يعني اي رقم هيطلع لك اللي هو سرعة السرعة التالتة هتطلع عبارة عن رقم مضروب في V، لانك هتجيبها بدلالة ال V. بس خد بالك من الاكويشنز اللي هو مدالك فوق دي، لان هو رابط لك كل حاجة ببعضها. طيب تعالوا نشوف يا شباب هتتحل ازاي. قال لي اولا لازم تربط لي كل الايهات اللي عندك ديت بالاي اللي هي من غير ارقام. ازاي؟ يعني تقول لي A1 equal قد ايه من الاي، A2 equal قد ايه من الاي، A3 equal قد ايه من الاي، تمام؟ ونفس الكلام مع V1 و V2 و V3. انا عايز اعرف V1 equal كام V، V2 equal كام V، V3 equal كام V، وبعد كده اشتغل. قلت له طيب تعال نحلها مع بعض. A1 equal ايه؟ هو اللي ايه اللي هو A1 equal A، تمام كده؟ طب A2 قال لي 3 over 2 times A2 equal A، يبقى ال A2 بكام؟ 2 over 3 times A، قلت له صح. طيب ال A3 قال لي 1 over 2 A3 equal A، طيب هات لي ال 2 دي الناحية التانية، هتبقى ال A3 equal double A. طيب تعالى على ال V هات، V1 equal V، قلت له مظبوط. طيب بالنسبة ل V2 قال لي V2 هتبقى equal half V، لأن ال 2 اللي هنا divide اللي هنا times هتروح الناحية التانية divided. قلت له كويس جدا.
قال لي طب دلوقتي مش انت معاك ان الـ A3 times V3 equal A1 times V1 plus A2 times V2؟ مش ده كده القانون بتاعنا؟ ان الكمية اللي خارجة من هنا هتكون قد الكمية اللي خارجة من الاتنين دول مع بعض، صح يا شباب؟ قلت له صح. قال لي تعالى بقى هنا كده، ادي الـ A3 شيلها وعوض مكانها بـ A، صح كده؟ هيبقى الـ A3 equal to A، هشيل الـ A3 وحط 2A، تمام؟ والـ V3 هسيبها زي ما هي لأن هو دي اللي هو عايزها، صح كده؟ طب تعالى الناحية التانية، شيل لي A1 V1 وحط قيمتهم، A equal A1 equal A و V1 equal V، خلاص شلتهم وحطيت قيمتهم، بلس تعالى شيل الـ A2 والـ V2، الـ A2 equal 2 over 3 times A times الـ V2 equal half V، تمام؟ طيب خلص لي الريليشن ديت من قدامك كده، مش الـ A ديت، هتطير مع الـ A ديت، هتطير مع الـ A ديت، صح كده؟ هيبقى 2V3 equal V plus 1 over 3V اللي هي 4 over 3V، يبقى الـ V3 بكام؟ قال لي يبقى الـ V3 بتاعتي 2 over 3V زي ما انتوا شايفين، يبقى انا كده قدرت احسب الـ V3 in terms of V بدلالة الـ V. طب هي اللي طلعت كده؟ قال لي مش في 2 الناحية دي؟ تايمز هتروح الناحية التانية divided، فهتبقى 4 divided 2 times 3 اللي هي 4 divided 6 اللي هي تطلع 2 over 3، تمام كده شباب؟ اتفهمت؟ كويس جدا، نكمل مع بعض. دلوقتي بقى يا شباب هنتكلم عن جزء تاني بيتكلم عن الـ applications of continuity equation، تطبيقات معادلة الاستمرارية، تطبيقات معادلة الاستمرارية. وأول application معانا يا شباب هو the flow of blood in the blood capillaries، يعني سريان الدم داخل الشعيرات الدموية. وفي الحقيقة هو بيسألها لي على شكل سؤال أو جايب لي الـ application على شكل سؤال، بيقول لي the speed of blood is faster in the main artery than in the blood capillaries، يعني سرعة الدم أو الدم بيكون أسرع في الشريان الرئيسي من الشعيرات الدموية، يا ترى ليه؟ قال لي because the total cross-sectional areas of blood capillaries is greater than the cross-sectional area of the main artery. قلت له التفسير بسيط جدا، إن مجموع المساحات بتاعة الشعيرات الدموية مع بعضها هيكون أكتر من مساحة الشريان الرئيسي لوحده، فطبيعي إنه يكون أسرع في المساحة الأقل، يعني أسرع فين؟ أسرع في الشريان الرئيسي من الشعيرات الدموية، لأن الشريان الرئيسي لو جيت أقارن الأريا بتاعته أو المساحة بتاعته بمساحة كل الشعيرات الدموية متجمعة مع بعض هنلاقي إن مساحته أقل من مساحة الشعيرات الدموية، تمام كده؟ طيب يا مستر ده جبناها منين دي؟ قال لي مش الـ V inversely proportional مع الأريا، أو السرعة بتاعة الفلويد بتتناسب عكسيا مع المساحة؟ قلت له فعلا. قال لي so the blood flow is slower in the blood capillaries to allow exchange of oxygen، علشان كده سرعة الدم اللي بيسري في الشعيرات الدموية بيكون أبطأ علشان يسمح بتبادل الأكسجين والكربون دايكسيد جازز، تبادل الغازات داخل السيلز أو داخل الخلايا، تمام؟ with the tissues to supply it with nutrients، يعني يسمح بتبادل الغازات ديت مع الأنسجة بتاعت الجسم علشان يمدها بالمواد الغذائية اللي هي محتاجاه، يبقى لازم يكون سرعته بطيئة في الشعيرات الدموية عشان يلحق يحصل exchange ما بين الأكسجين والكربون دايكسيد جازز ما بين البلاد كابيلاري أو الشعيرات الدموية وما بين التيشوز أو الأنسجة بتاعة الجسم. ده كده أول application. طيب تاني application يا شباب بيقول لي the design of the gas burners holes، يعني تصميم الفتحات بتاعة الشعلة بتاعة الغاز. قال لي the holes of the gas burner in the stoves are designed to be small، يعني بتصمم انها تكون ايه؟ صغيرة. الفتحات دي بتصمم انها تكون صغيرة so that the gas rushes out with high speed to control the direction of flame. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الفتحات بتاعة الشعلة بتاعة البوتاجاز بتصمم انها تكون صغيرة علشان الغاز يخرج مندفع بسرعة عالية لانه خارج من مساحة قليلة، وكمان to control the direction of flames، اتحكم في اتجاه اللهب او اتجاه النار، ان يبقى كله بيصب على البيس بتاع الكوكينج بوتس او الحله اللي محطوطه عليه، يبقى كله متوجه في حته واحده او في بوينت واحده، تمام كده؟ وده كده كان تاني ابلكيشن معانا. دلوقتي يا شباب ده سؤال تيست يور سيلف، خلاص عرفنا هنعمل فيه ايه، هنوقف الفيديو لحظه نجاوب على السؤال ونكتب الاجابه تحت في الكومنتس في التعليقات الاسفل الفيديو، يلا بسرعه وقف الفيديو وجاوبوا لنا على السؤال في الكومنتات او في التعليقات الاسفل الفيديو.
تعالوا بقى نشوف تاني حاجة معانا النهاردة، لان احنا قلنا في الليسون ده هناخد حاجتين، هناخد الستيدي فلو والتوبرنت فلو اللي هو السريان الهادئ، ودوت السريان الايه المضطرب او السريان الغير مستقر. وفي الحقيقة احنا هنعرف عنه معلومة صغيرة كده بسيطة، ويكون كده الليسون بتاع النهاردة انتهى. بيقول لي ان التوبرنت فلو او السريان المضطرب او السريان الغير مستقر it is the flow of fluid سواء كان ليكويد او جاز، يعني سريان المائع سواء كان المائع ده ليكويد او غاز. becomes turbulent flow يعني السريان ده بيصبح مضطرب، which is characterized by small eddy currents forming vortices as in the figure. يعني ايه؟ يعني السريان دوت بيسمى سريان مضطرب لانه بيتميز ببعض التيارات الدوامية اللي بتكون موجودة فيه. تمام كده؟ قال لي when the velocity of fluid exceeded certain limit، وده بيحصل لما سرعة السائل تتخطى limit معين او حدود معينة. تمام كده؟ وبيقولي كمان ان الجاز become turbulent or transfer from high pressure to low pressure، يعني الغاز هو كمان بيبقى مضطرب وهو بيتنقل من المنطقة اللي الضغط فيها عالي للمنطقة اللي الضغط فيها منخفض. تمام كده؟ طيب ايه هو turbulent flow او السريان المضطرب؟ قال لي it is the flow when the velocity of fluid exceeds a certain limit and it is characterized by small eddy currents، يعني هو السريان اللي فيه سرعة الايه المائع بتتخطى حدود معينة وبيتميز بوجود تيارات دوامية صغيرة. تمام كده يا شباب؟ وكده يبقى التربلنت فلو او السريان الغير مستقر او السريان المضطرب خلص. كل اللي هتعرفه فيه ان سرعة الفلويد فيه بتتعدى رقم معين او ليميت معين او حدود معينه، وبيتميز بان في سمول ايدي كرنتس تيارات دواميه صغيره. اتفقنا كده؟ طيب لحد هنا يا شباب اكون حلقه النهارده خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى اكون افدتكم وشرحت لكم المعلومات بشكل بسيط ولذيذ وسريع، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.